يؤثر الإجهاد الرقمي على العين ويتجسد في الإرهاق الذي يصيب العين لدى استخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة. ولذا ابتكرت شركة سامسونج تطبيقاً يحمل اسم سيفت سكرين، الذي يهدف إلى مساعدة المستخدمين الصغار السن على الإمساك بالأجهزة المحمولة على مسافة مثالية بعيدة من الوجه من أجل الحفاظ على صحة العينين وراحتهما. ويعمل التطبيق من خلال برمجيات متقدمة لتمييز الوجه البشري، ويستخدم رسائل منبثقة على شكل رسوم متحركة لطيفة تقوم بإغلاق الشاشة عندما يمسك المستخدم الجهاز بشكل قريب جدا من وجهه، ولا تعود الشاشة إلا عندما يبعد المستخدم الجهاز إلى المسافة الصحية السليمة. ويتوفر هذا التطبيق بشكل مجاني للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، لافتة إلى أنه بالإمكان الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاي وتفعيله مع حمايته بكلمة سر من الأهل.